طبعا فرحانه جدا ان انا بقابلكم النهارده في تيدكس. مجهود حلو قوي والاسبيرتس حلوه جدا جدا. زي ما هو قال لكم احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو موضوع الكوارتر لايف كرايسيس او ازمه ربع العمر. ازمه ربع العمر حد فيكم سمع عنها قبل كده؟ انتوا حاسينها ايه الادفانس؟ اوكي. هي ازمه ربع العمر ديت احنا بنتكلم عنها لانها موضوع مهم جدا ومنتشر جدا. منتشر لدرجه ان واحد من كل اثنين من اللي قاعدين هنا هتجيله في وقت من الاوقات او اوريدي يكون دخل فيها بدري شويه. ممكن توصل لدرجه 75%. الازمه دي بتاثر على مين؟ بتاثر على جيلين، الجيلين اللي هم اللي قاعدين دلوقتي قدامنا. ناخد بالنا ان انتوا كلكم مش جيل واحد، انتوا جيل اللي هو مواليد من 81 لسنه 96، دول اللي هم الميلينيالز اللي هم الالفيين. في حد او اللي هو الالفيه الثالثه، في حد هنا ميلينيال ولا كلهم اتخرجوا خلاص؟ يبقى احنا من كويس. في حد بقى اللي بعضهم انتوا الجيل الاصغر الزومرز، الزومر اللي هم مواليد من 90 ل 2012 اللي هم ستيل بيدرسوا او لسه بيبتدوا حياتهم. المواليد انتوا الجيلين دول بيسموكم الديجيتال نيتفز. يعني ايه الديجيتال نيتفز؟ هم سكان عالم الارقام الاصليين. اتولدتوا في التكنولوجي وما بتقدروش تعيشوا من غير تكنولوجي. احنا الناس اللي اكبر منكم احنا ابتدينا بيسمونا ديجيتال ميجرانتس، يعني احنا عمالين بنهاجر ناحيتكم، لكن هل يعني هنقدر نبقى زيكم؟ ويل نيفر هابن حاجه زي كده. طيب بما ان احنا قلنا ان الموضوع ده هيتاثر عليكم وماي بي ان هو هيهيت يو هارد، هيجي لكم جامد زائد ان هو منتشر جدا، فلازم نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل. ثواني بس نظبط. عايز اسالكم على حاجه، هل احنا دلوقتي سعداء؟ يعني ناخد كده رايكم، في كام واحد منكم سعيد يرفع ايده؟ سعيد ومقبل على الحياه؟ لا، انتوا حالتكم بائسه جدا. السعاده اللي اقصدها حاجه، السعاده ان انت تبقى لسه سعيد كده ومقبل على الحياه زي ايام ثانوي، اللي هي السعاده بلا هدف. في واحده سعيده حي... الناس هتستناكي بره. نبص على ال مش هشاور. بص يا بيبي على الكيرف ده، الكيرف ده اتنشر في الايكونومست سنه 2010، كانوا بيتكلموا فيه على منحنى الحياه، منحنى الحياه اللي هو مدى رضاك انت عن نفسك واحساسك بالسعاده. نبص المنظر ده اسمه يو بيلد كيرف، يعني ماشيه زي حرف. نبص هنا ده عمر الانسان بالسنين واللي فوق مدى رضاك عن الحياه. نيجي نبص على سن ال 18 اخر حاجه على ايدك الشمال فوق. على سن ال 18 انت سعيد بلا هدف، مقبل على الحياه وهعدي السبع قارات والناس هتقول اسمي وكل حاجه. بعد شويه نفضل ننزل 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 لغايه ال 26. 26 دي يا جماعه مقبره الغزاه. كانت اوبرا وينفري بتقول سن 26 ده اصعب سن بيواجه الانسان. بتبقى واقف كانك جوه الويرل، الويرل اللي هو الاعصار اللي بياكل بيوت ده. تبقى مش عارف انت صح ولا غلط، انا ماشي صح ولا غلط، انا اوريدي هفضل هنا طول العمر ولا ايه. بعد كده الدنيا بتبتدي تظبط شويه، اوكي، وبعدين بتبتدي تتمرجح لغايه لما تنتهي ازمه ربع العمر اللي هي زي ما بقول لكم بتبتدي باول 26 تنتهي على 32 و34 سنه. وبعدين تفضل بقى تنزل 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 لغايه ازمه نص العمر اللي هتستقبلكم. بس كل الشواهد بتقول ان انت بعد ال 50 هتفرح وهتبقى كل حاجه. انا جاي لكم من المستقبل باكد لكم بعد ال 50 هتتظبطوا. تمام؟ ايه اللي هيحصل بقى؟ هو ده وحش ولا حلو؟ هو ده حلو وواقعي. ده التويست اللي بتحصل في حياه كل انسان، مش احنا لما بنتفرج على فيلم، انت بتتفرج على فيلم واحد حياته ماشيه سموث، انت هتمشي من نص الفيلم. انت لازم تتظبط كده في النص وتقع وتقوم وتقع وتقوم، لان دي سنن ربنا في الكون. مفيش حياته حد حياته بتمشي سموس الا لما حققش اي حاجه. انت كده معناه انك بتعمل لنفسك حاجه. سر ان احنا بنبقى سعداء قوي بعد ال 50 ولغايه ال 70 لغايه في الاخر خالص، انت بتبقى اسعد، بتبقوا اسعد مرحله في حياتكم. ليه؟ انت بتبتدي تشوف البيج بيكتشر، انت بتبتدي تخرج بره الاطار اللي انت كنت فيه وتشوف الصوره. محدش بيقدر يحكم على الامور صح الا لما بيرجع ورا شويه. عشان كده تلاقي الناس اللي هم الكبار في السن ده بقوا طيبين وعسليه كده. يعني مثلا اقول لكم على حاجه، تلاقي مثلا ايه، انتوا بتقولوا لاهاليكم عايزين نروح لتيتا وجد، دول طيبين قوي. اقول لكم والله ما كانوا طيبين وهم صغيرين. لا لا، ازاي يا تيتا؟ ده طيب ده يا ماما، ده طيبين جدا. هم ما كانوش كده، هم ابتدوا يشوفوا الدنيا صح. طب هل في سبب معين للكوارتر لايف كرايسيس؟ اه، في اسباب. اسباب انها هي كانت موجوده زمان، بس اليومين دول هي باينه قوي ان في حاجه. انتوا جيلكم بيواجه تحديات ما حدش شافها قبل كده. انتوا جيلكم عنده مشكله كبيره قوي اسمها الانسرتينتي. الانسرتينتي اللي هي ايه؟ الانسرتينتي ان انا واقف مش عارف اعمل ايه. عندكم فرص بالملايين وعندكم كل حاجه مش مؤكده. احنا زمان كانت عندنا كل حاجه لها حاجه. دخلت طب هتطلع دكتور، دخلت تجاره هتطلع محاسب، اوبفيس.
انتوا في سنكم بقى لا، انتوا عندكم هتدخل طب احتمال تطلع دكتور، ممكن تطلع يوتيوبر، ممكن تطلع ديجيتال ماركتنج، ممكن تبقى فود كريتيك وتلف مطاعم وتاكل وتفرحنا معاك، واحتمال في الاخر تطلع دكتور ممكن. نفس الحكايه في تجاره الحاجات، الفرص الكتيره على قد ما هي حلوه قوي على قد ما هي محيره ومربكه، وخاصه في سن انت ما عندكش خبره فيه. دي حاجه. الحاجه اللي بعدها السوشيال ميديا. السوشيال ميديا حاجه حلوه جدا، وانتوا فيري يعني بريفليجد قوي او ان انتوا محظوظين انها جت عندكم، بتعرفكم على كارير، فرص كارير، فرص دراسه، فرص اصدقاء، فرص شركاء محتملين. بس ات ذا سيم تايم السوشيال ميديا بتعمل حاجه اسمها انستنت ريورد، يعني المكافاه اللحظيه، مكافاه دلوقتي، انزل بوست يجيب لي كام لايك، احس ان انا فاليديتد، الفاليديشن انا باخد تاكيد وجودي من الناس الاخرين بس في ثواني. يلا كل شويه، بعد شويه المتعه دي تروح لانها المتعه لحظيه وسطحيه. فيحصل ايه؟ ابقى عايز ثاني اعمل ريفرش. ناخد بالنا ان السوشيال ميديا كل ما بتعمل ريفرش يا هيجي لك حاجه جديده يا ما هيجيش. الفاليبل ريزلت او ان النتيجه مش مؤكده دي بتعمل سسبنس اكتر، بتبقى بالظبط زي مدمن القمار. القمار بيرمي وماهوش عارف هيجي له ولا لا. ايه اللي بيحصل؟ الدوبامين شغال معاك كان انت ماشي معاك دوبامين ديسبنسر، واحد حاجه بتحقن له دوبامين تحت الجلد. ايه اللي يخليني بقى اذاكر طول الترم واتفحت طول الترم لغايه لما يبقى فرحان بنفسي والدوبامين يطلع اقوم اذاكر السنه اللي بعدها؟ فده بيخليني لا اتعود، الدوبامين موجود على طول بس المتعه لحظيه. ده بيعمل حاجه كمان ان هو بيعمل ادكشن، وقالوا ان النشاط الدماغي لمدمن السوشيال ميديا يقترب من النشاط الدماغي لمدمن الجامبلينج القمار. ما يحصلش قوي الكوكين بس هي حاجه ادمانيه. الجود نيوز يا جماعه ان احنا ممكن نسحب شويه بشويه، لو سحبنا شويه بشويه هترجع الخلايا اللي اتعودت تريح منك بسبب السوشيال ميديا هترجع تشتغل تاني، وهقول لكم بتشتغل ازاي. بعد كده بقى الميموري، الميموري بتاعتكم اقل ميموري دلوقتي بتتسجل عند الشباب مش عند كبار السن. يعني المترددين دلوقتي على العيادات يسالوا انا وقت اي شاب ده يقول لك بقيت بنسى مش بركز. اللي بيحصل ايه؟ انت بتدخل اي مكان حاجه عجبك تقوم شغال على طول بالكاميرا. ده بيسموها ان انت بتستمتع بالتجارب خارجيا اللي هي externalizing experiment. المخ هنا بيستقبل رساله انت مش لازم تسجل. يعني انت لو دخلت محاضره عجباك او لو دخلت مؤتمر او لو دخلت اي حاجه وشغلت الموبايل انت مش هتفتكر زي البشر اللي قاعد ورا ده، لا مش هتفتكر زيه ابدا. فزي ما قلنا ان احنا لو رجعنا تاني استخدام السوشيال ميديا باي مودريشن، الكي هنا في استخدام السوشيال ميديا هو المودريشن عشان ارجع تاني تبقى ذاكرتي زي الناس العاديه. اللي بعد كده التوكسيك بوزيتيفيتي. انتوا جيل اتعرض لحاجه صعبه قوي في السوشيال ميديا كان زمان من كام سنه اللي هي البوزيتيفيتي، دعاوى الايجابيه. بس وصلت لدرجه الايجابيه السامه ان انت كل طول الوقت المفروض انك تبقى سعيد وفرحان ومحقق نفسك ومعدي السبع قرارات جوه نفسك كده. الحقيقه مش كده، الحقيقه مفيش انسان يقدر يبقى سعيد طول الوقت. الرسول عليه الصلاه والسلام سمع عن وفاه زوجته ووفاه عمه عامل حزن، اتس اوكي نوت بي اوكي. اتس اوكي ان انا ابقى باين ان انا فالنربل، باين ان انا زعلان شويه او حزين شويه او مش بالقوه اللي انت متخيلها. ده بيخليك مور هيومن تو اس، بيخليك احنا نشوفك كانسان مش نشوفك كحد مصطنع. اللي بعد كده الجينيريشن جاب. اكبر جينيريشن جاب او اكبر فجوه ما بين جيلين حصلت في التاريخ هي بيننا وبينهم، او الجيل بتاعي والجيل بتاعكم والجيل اللي هو الزومرز ده. ليه؟ زمان كانت الفروق بيننا في الريسورسز وبين اهالينا مش كبيره قوي. هما كانوا بيسمعوا عبد الوهاب، احنا كنا بنسمع عبد الحليم، يعني ده كان بالنسبه لهم خطوه بقى. انتوا ما اقدرش اقول لكم بتسمعوا ايه. كان طيب، هي الكوارتر لايف كرايسيس بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى زي اسلوبي كده، انا فين؟ انا بعمل ايه؟ انا في قيمه لحياتي ولا لا؟ بيبقى شكلها اوكي، بتبقى اندسيسفنس ان انت مش عارف تاخد قرار وبتشك في كل قراراتك. يعني انا دلوقتي مش عارف اتصرف ازاي، انا هاخد قرار الامباكت بتاع القرار بتاعي ده هياثر عليا العمر كله، فاعمل ايه؟ الايزوليشن لاك اوف انترست، انت تحس ان انت مالكش مزاج تعمل اي حاجه، مالكش مزاج فعلا تعمل اي حاجه. يقول لك انا قاعد في السرير بقالي اسبوع يا دوب بقلب في الفيس. تمام. بعد كده اهم حاجه ودي اصعب حاجه ان انت بتقارن نفسك بغيرك. دلوقتي احنا تقريبا عايشين كلنا في بيوت بعض. يعني ايه عايشين في بيوت بعض؟ يعني انا شايف اللي بيحصل. انا مره واحد صاحبنا كده حبيبي بيقول لي شايفه طنط فلان مسافر وانا قاعد هنا بشتري بامبرز.
انت بتكمبير يور سيلف لحد انت شايف ان هو انجح منك، هو اون ذا اذر سايد اوف ذا وورلد هو شايف ان انت ما شاء الله عندك اسره وطفل بيحبك وزوجه بتحبك وهو قاعد يتنطط لسه في البلاد ولسه صغير. فدي بتخليك دايما بتشك في قراراتك. هي بتتقسم اربعه فيزز. اول فيز انك بتحس ان انت خلاص اتزنقت في الوضع ده. تاني فيز بتحس ان انت بتعاني، هنا ما انتش واثق في عقلك خالص، ما انتش واثق في اي قرار، ما انتش واثق في اي حاجه هتعملها. بس بتبتدي مرحله هنا بقى ترايل اند ايرور، اللي هو انت بتبتدي تجرب وبيحصل خطا بس في حاجات بتصح معاك. الموفين فورورد، المرحله الثالثه ان احنا بنبتدي نثق في نفسنا اكتر بالجهود اللي عملناها جابت نتائج. واخر حاجه بقى اللي هي الريزوليوشن، الريزوليوشن ان انت بترجع تاني بقى على سن ال 34 او 32 تحس ان انت حققت حاجات كتير قوي، وتتحول بقى للدكتور النفسي بتاع اصحابك كلهم، تعالى يا ابني انا شايفك انت تعبان ولا ايه، تعالى اقول لك انا كنت في المرحله دي زي ما كان بيحكوا لكم من شويه. طيب اعمل ايه بقى لو انا في الحته دي؟ اعمل ايه؟ اول حاجه اتس اوكي نوت تو بي اوكي، امبريس المشاعر دي. اول حاجه عشان احل مشكله لازم اعرف ان في مشكله، هتقبل، بس لما اتقبل اتعامل مع نفسي باحترام وبتعامل مع نفسي بطيبه. الانر فويس اللي جوايا ما اسمعلوش، الصوت ان ذا باك اوف ماي مايند، الصوت ده مش صوت يا جماعه اللي بيقول لك انت مغفل انت عبيط انت ضيعت نفسك، لا الصوت ده مش بتاعك، الصوت ده بتاع مدرس كان بيقول لك كده او اب او ام انتقاديين. الصوت ده لما تقفشه سكته خالص. بعد كده سيلف انترست، اكسب جوجي على نفسي، في المرحله دي ماليش بركه لنفسي. السوشيال ميديا قلنا باي موديريشن، الديلي افيرميشنز، الحاجات التوكيديه اللي انا بقولها لنفسي دي اهم حاجه، واقولها لنفسي وما اتكسفش، واقولها اوت لاود، اقولها بصوت عالي، واختار الافيرميشن التوكيد اليوم اللي انت عايزه. انا عن نفسي بختار على حسب اليوم، يعني مثلا لما الاقي مش قادره ادلع قطتي ولا حاجه اقول كتر خيري وزياده، يعني ما تلوميش نفسك يا امل. اي حاجه تنفع معاكم اعملوها. المديتيشن والبريزنج اكسرسايز مهمه قوي. الجورنالينج الكتابه، لما بتكتب مشاعرك انت بتدي لها بعد مادي، لما بتدي لها بعد مادي ستراكشر كده مبقاش زي الفراشات الطايره عمال تقفشها، انت بتدي لنفسك بعد مادي. تمام؟ اوصل لاصدقائك، اصدقائك اللي هم شركائكم في الجرايم، دول اهم ناس موجودين معاكم لان هم هيبقوا فاهمينكم وهيبقوا مسلكم. الكونسبت بقى لو المساله واصله ان انت بعد الشر مش قادر تقوم خالص من السرير، ما بتروحش كليتك، بتفكر في الموت او بتفكر تعمل في نفسك حاجه، هنسال الدكتور. ومش عيب، الاستجما الحمد لله او الوصمه بتاعتنا قلت اول يومين دول، ده برضو بفضل ان في انفلونسرز وناس مشهورين قالوا ان هم بيروحوا لطبيب نفسي، دي حاجه مشكوره بالنسبه لهم. اهم حاجه بقى، اهم حاجه التيك هوم مسج اللي انا عايزاكم تاخدوها مني، بليز لما تبقى تعبان او في حياتك عامه كونكت مع ربنا، تواصل مع ربنا 24/7 24/7 24 ساعه في اليوم، 7 ايام في الاسبوع تواصل مع ربنا، ربنا هيسمعك. ربنا قال اسقال ربكم ودعوا، اسقال ربكم ودعوني استجب لكم. لما انت كويس مع الناس وكويس مع يعني مع المخلوقات كلها، ربنا هيبقى كويس معاك وهيستجب لك. لما تبقى محتار في حاجه اسال ربنا، استخير، ومش لازم عشان تستخير تقعد تصلي وتروح تنام والكلام ده، لا لا، استخير اون سبوت، استخير في اي حاجه، ربنا مش هيضللك لو سالت ربنا، ربنا مش هيضللك. تراست جاد بلانس، اهم حاجه ثق في خطه ربنا وثق في التايمنج بتاع ربنا، مش لازم الحاجه تحصل دلوقتي، لو الحاجه اتاخرت يبقى الخير انها تتاخر. اخر حاجه واهم حاجه تراست ذا بروسس، ده محك الايمان. يعني ايه تراست ذا بروسس؟ ساعات ابقى انا ماشي عايز امشي من A to B الاقي الحاجه ماشيه كده كده كده، البروسس بتاعت ربنا احسن مني، ربنا هو اللي شايف اكتر مني. المحك انا ممكن اكون مش عايزه اسافر والاقي كل حاجه بتوجهني ان انا اسافر، جايز لو سافرت انجح هناك وجايز الاقي حب عمري هناك. اي حاجه ربنا بيعملها هي الخير، ده اللي انا الرساله اللي انا عايزاكم تفتكروها النهارده. شكرا ليكم واشوفكم على خير، خدوا بالكم من نفسكم وخدوا بالكم من بعض.